انتصف اليوم في جمهورية مصر العربية يوم تسطع فيه الشمس لتكون شاهداً على تصويت المصريين في انتخابات الرئاسية لعام 2024. يسطر فيها المصريون صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية وحق التعبير عن الرأي في حق يمنح لهم الدستور المصري، وواجب وطني للإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالداخل وعلى مدار 3 أيام متواصلة لاختيار رئيس للجمهورية يستكمل مسيرة بناء جمهورية جديدة. يتنافس على هذا الاستحقاق الرئاسي 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر. أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، والتي نفرد فيها جولة مع مراسلين في اللجان المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وأيضا رؤية حول التحديات الملقاة على عاتق الجمهورية الجديدة وكيف يكون الاستحقاق الرئاسي والصوت وأمانة التصويت من المواطن المصري.